طبعا الفتح ما شاء الله حقق فوزين على الشباب وعلى الفيحاء. فيصلي ها؟ على الفيصلي. لا الفيحاء الفيحاء. الفيحاء. متأكد عشان مدرب حبيبي. طبعا الفريق بصراحة يعني أنا شفت التنظيم اللي يعني عمله السيد فتح الجبال في المباراتين. هو واجه الشباب صراحة يعني كان الشباب خطر جدا، ولكن عجبني أنا أن التنظيم فريق الفتح كان تنظيم جيد دفاعيا، خصوصا انه خسر مباريات سابقه بسبب انه صراحه الدفاع ما كان بالمستوى، لكن بالجماعيه بالترابط الصفوف بالاعتماد على بعض الكرات المرتده قدر يكسب مباراتين بصراحه يعني تعتبر ثمينه، يعني ست نقاط ثمينه. وبكره بواجه الاهلي، وانا برجع الاهلي معليش هذا برضه الاهلي له عنده اهداف. هو الان عنده المقعد اللي هو في بطوله العرب، شيء طبيعي. انا كمدرب خصوصا تتكلم عن فوساتي الخبير اللي عاش في المنطقه وشارك في دوري ابطال اسيا مع كثير من الانديه، نعم يعرف البطولات ويعرف اهميه انه كيف يريح بعض اللاعبين. الاهلي عند الفرق الان 3 نقاط بينه وبين التعاون، يعني في المركز الخامس التعاون والوحده 31، 3 نقاط بامكان الاهلي يعوضها بصراحه في اقصد مباريات الدوري القادمه. لكن صدقني بكره حتشوف راحة اكثر من لاعب، لانه الوقت ضيق جدا امام المدرب، والمباراه جدا مهمه جدا. اتكلم عن مباراه الوصل، الفريق صحيح عنده حظوظ 2-2 على ارض منافس، ولكن في جده اعتقد الاهلي لابد يحسم هذه اللقب حتى المباراه هذه حتى يكون هناك فريق سعودي ان شاء الله في النهائي ان شاء الله يا رب. طيب هذه الجوله طبعا بالتاكيد اللي راح تنطلق